نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة وبمشاركة السفارة الإسبانية بالقاهرة دورة تدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. جاءت الدورة التدريبية لعدد من الكوادر الأمنية العربية العاملة في هذا المجال وأيضا لعدد من الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية. نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا والمجلس القومي للمرأة، نظمت دورة تدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة لعدد من الكوادر الأمنية العربية العاملة في هذا المجال. حقيقة الدورة التدريبية اللي احنا بصددها تأتي في ضوء ما توليه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من اهتمام بالغ بملف حقوق الإنسان باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة مع كافة المجتمعات. هذه الدورة التدريبية للكوادر الأمنية العربية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة مسألة حقيقة غاية في الأهمية، ونحن في أمس الحاجة إليها جميعاً، الدول العربية، الدول الإسلامية، بلاد الشرق الأوسط، كل هذه الدول في أمس الحاجة إليها فعلاً. لماذا؟ لأنها تؤتي لنا ثمرة كريمة طيبة حتى نستطيع أن نعيش في بيوتنا في أمن وأمان. الدورة استمرت فعاليتها على مدار 4 أيام وتضمنت التعريف بجرائم العنف ضد المرأة والإطار القانوني للتصدي لمثل هذه النوعية من الجرائم وبما يتلائم مع المعايير الدولية، كذا كيفية التعامل مع الضحايا في إطار إنساني وقانوني. دورة مثمرة، دورة الحقيقة رائعة جدا، فيها تنوع وفيها مختلف الآراء. احنا يمكن حتى كمان كمدربين في الدورة دي استفدنا من المتدربين. أتمنى أن تستمر مثل تلك الدورات لي ولزملائي والتعاون في الأجهزة الأمنية في ما بين الدول العربية على مستوى وزارة الداخلية العرب. أسلوب إعطاء المحاضرات متميز، يتمثل بالعصف الذهني والاستفادة لدى جميع المشتركين. ورش العمل التي تم عقدها في إطار الدورة شهدت تبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وتأكيد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع كفاءة الكوادر الشرطية العربية العاملة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، كما كانت فرصة لاستعراض جهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في هذا المجال. شكري تقديري لوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية على هذا التنظيم الرائع، على الجهود، على حسن الضيافة. حقيقة استفدنا وكان الحوار قائم والنقاش والتفاعل من الجميع أثر الدورة بشكل أكثر مما كنا نتوقع حقيقة. أنا بشوف أن كل الجهود اللي بتبذل من الدولة المصرية ده نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمؤمنة بأن النهوض بالمرأة ده واجب وطني. اهتمام كبير توليه وزارة الداخلية لرفع كفاءة ضباطها من العاملين في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، لذا نظمت الوزارة دورة تدريبية أخرى على مدار 3 أيام بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة لعدد من الكوادر الأمنية العاملة بوزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لإصقال مهاراتهم ورفع كفاءتهم للتعامل مع مثل هذه النوعية من الجرائم. وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الدورات التدريبية ذات الطابع الدولي إلى الارتقاء بقدرات ضباطها في مجال مكافحة الجرائم النوعية وتعريفهم بالمستجدات في هذا المجال، وكذا الأطر القانونية والإنسانية للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة.